وإيه الفرق بين مهرجان الجونة ومهرجان القاهرة؟ لا، الفروق كبيرة جدا. أولا مش 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 على مستوى المنافسة، المنافسة ممكن نقرب من بعض، بس أولا مهرجان القاهرة ومهرجان مصر هو مهرجان عام، مهرجان الدولة بترعاه، مهرجان عمره 45 سنة. لو قلنا فيه 3-4 دورات ما تعملوش فهو خلاص داخل على 50 سنة، هو بدأ 76 فيعني كمان سنتين هيبقى مرور نصف قرن على بداية المهرجان، بس مش مرور 50 دورة عشان هو واقف 2011 واقف 2013 وهكذا. مهرجان القاهرة مهرجان له جمهور، مهرجان الجونة جمهوره يذهب إليه، يسافر إليه، يعني مهرجان الجونة ليشاهد أفلامه الذين اتجهوا إلى الجونة. لكن مهرجان القاهرة مهرجان في مدينة فيها ملايين الناس، فطبعا لما كان بيوزع 40,000 تذكرة فده حقيقي، ومنهم على الأقل 30,000 أو نسبة كبيرة مشتراه، يعني الناس دفع فيها فلوس. لكن مهرجان الجونة نقدر نقول إنه قدر يثبت أقدامه في منطقة مهمة جدا وساحرة، هي منطقة البحر الأحمر، لكنه لسه قدامه شوية على لما نقدر نقول إنه هو حاليا طبعا على مستوى الترتيب هو التاني بقى، لأن للأسف مهرجان اسكندرية رغم إن عمره 40 سنة لكن مش بنفس القوة بتاعت زمان، فهو التاني في مصر بعد مهرجان القاهرة. يهمنا جدا إن يبقى عندنا 4 أو 5 مهرجانات قادرة تنافس وقادرة إنها تبقى على مستوى الوطن العربي جيدة، لكن أكيد لسه الفروق كبيرة بين القاهرة والجونة. طبعا.